يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي قولكم في درس سابق إن الإرادة تكون كونية وشرعية، وأن المشيئة إيش؟ أن الإرادة تكون كونية وشرعية، أي نعم، وأن المشيئة لا تكون إلا كونية، أي نعم، مع قوله سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم. أي وش في هذا؟ هذا ما فيه إشكال، من شاء منكم من المخلوقين أن يستقيم، مشيئة المخلوقين، نعم.